لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس. عندما تدق طبول الحرب، إما نصر وانتصار أو هزيمة وانكسار. قطز هو من أمراء وسلاطين المماليك، ويمتد نسبه إلى الدولة الخوارزمية التي انتهت على يد المغول، وتم الإتيان بهم منذ عهد نجم الدين أيوب ليكونوا قوة لجيشه. ولكن كيف حكم قطز مصر؟ كانت مصر آنذاك تحت حكم الدولة الأيوبية، وكان الحاكم هو نجم الدين أيوب، وكان يستعد للحملة الصليبية السابعة، ولكنه توفى أثناء استعداده. وعندما توفى جاء من بعده توران شاه، ولكنه مات قتيلا محروقا غريقا على يد المماليك، وكان آخر ملوك الدولة الأيوبية. وبعد مقتل توران شاه أعلنت شجرة الدر نفسها حاكمة للبلاد، فكانت أول امرأة مسلمة تتولى حكم مصر. ولكن لم يوافق الخليفة العباسي على تولية امرأة حكم مصر، وقال لهم: إن لم يكن بينكم رجلا حاكما أرسلت لكم حاكما من عندي. وكان في ذلك الوقت يوجد صراع بين أقطاي وعز الدين أيبك للزواج من شجرة الدر ومن أجل الوصول إلى الحكم، ولكنها تزوجت من عز الدين أيبك فتنازلت له عن الحكم، وبذلك قامت الدولة المملوكية وانتهت الدولة الأيوبية. وبعد مرور 7 سنوات كاملة على حكم عز الدين أيبك، أراد هذا الملك أن يثبت أقدامه في المنطقة، فأراد أن يتزوج، فاختار بنت حاكم الموصل بدر الدين. فعرفت شجرة الدر بهذا الأمر، وقررت بعاطفية المرأة أن تتقدم بخطوة غير مدروسة، وهي قتل الزوج عز الدين أيبك. وعلم الجميع بجريمة القتل، وهناك رواية تقول أن شجرة الدر تم قتلها على يد زوجة عز الدين أيبك الأولى، فقد أمرت جواريها بضربها بالأبائيب حتى ماتت. وهناك رواية أخرى تقول أن قطز وعدد من أمراء المماليك قتلوها، ثم رميت جثتها من فوق القلعة. وبعد ذلك تولى الحكم ابن عز الدين أيبك وهو المنصور عليه. وكان قطز واصيا على هذا الحاكم الصغير، خاصة وأن المغول على أعتاب مصر. بعد أن دخلوا بغداد بقيادة هولاكو وقتلوا الكثير من أهلها من الرجال والنساء والعلماء، وقاموا أيضا بإلقاء كتب مكتبة بغداد في نهر دجلة حتى يمروا عليها بخيولهم، وقتلوا آخر الخلفاء العباسيين بها وهو المستعصم. وكانت طريقة قتله وحشية، فقد تم وضعه في شوال وضربوه بخيولهم حتى الموت. فبدأ قطز يستعد للقتال، فجمع الأموال وأعد الجيش، وكان لعز بن عبد السلام دورا كبيرا في إعداد الجيش. ثم قام قطز بعد ذلك بعزل المنصور علي، وهنا أرسل المغول رسالة إلى قطز يطالبوه فيها بالاستسلام، فأمر قطز بقتل الرسل، وتم تعليقهم منكوسين الرأس على باب زويلة.
وهذا يعد إعلانا للحرب على المغول، وهنا دارت المعركة بعين جالوت، وكانت تسمى هذه المعركة بداية النهاية للقضاء على المغول، وكانت في يوم 25 من رمضان عام 658 هجريا في 3 سبتمبر عام 1260 ميلاديا. وعندما بدأت المعركة اضطربت صفوف المسلمين في بادئ الأمر، مما دعا قطز إلى إلقاء خوذته وصرخ في الناس وإسلاما، ثم رفع رأسه إلى الله وقال: اللهم انصر عبدك قطز على المغول. وبالفعل انتصر المسلمين على المغول في معركة عين جالوت، وبعدها أطلق على قطز المظفر سيف الدين قطز. وعندما علم أهالي القاهرة بالانتصار، تزينت القاهرة ابتهاجا بعودة السلطان المظفر أي المنتصر على قوى المغول. وأثناء عودة قطز إلى مصر بعد هذا الانتصار، تم قتله على يد بعض أمراء المماليك بقيادة الظاهر بيبرس. فرحمة الله تعالى على هذا السلطان الذي حمى قلاع المسلمين رغم أنه لم يحكم إلا عاما واحدا، وبدأت مصر مرحلة سياسية جديدة بقيادة الظاهر بيبرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس.